تخيل أنك تواجه أزمة، فيضان، جفاف، زلزال أو حرب. من أين ستبدأ في مساعدة أولئك الذين من حولك؟ ليس لكي يبقوا على قيد الحياة فقط، ولكن لينجحوا ويتعافوا بكرامة. كيف تعرف أنك تفعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح؟ لمدة 20 عاماً يعمل سفير على مساعدة القطاع الإنساني في التفكير بشأن هذه الأسئلة، ومن ثم استخلاص الخبرة وتقديمها في دليل سفير. يمثل الميثاق الإنساني الركيزة الأساسية في دليل سفير، فهو يعبر عن التزام مشترك بتخفيف المعاناة وتقديم المساعدة بناءً على الحاجة فقط من دون تمييز. ويدرك أن للناس الحق في المساعدة والعيش بكرامة والحماية والأمن والمشاركة بشكل كامل في القرارات المتعلقة بتعافيهم. دليل سفير يحول هذه المبادئ والحقوق إلى ممارسة عملية، فهو يحدد معايير دنيا متفق عليها تدعمها إجراءات واضحة. يتم تحديث إطار العمل هذا كل بضع سنوات لكي يعكس التعلم الجديد استناداً إلى الخبرة المستقاة من العاملين الميدانيين. يجسد كل فصل من فصول الدليل حقيقة أن السكان المتضررين من الأزمات هم المعنيون الأساسيون بعملية التعافي. تعكس طبعة 2018 من دليل سفير أحوالهم الواقعية، ونظراً لأن معظم السكان الآن يعيشون في مدن، فإن الدليل يشمل إرشادات بشأن طبيعة العمل في المناطق الحضرية التي تتسم بالكثافة وسرعة التغيير، فضلاً عن المناطق الريفية. كما يناقش الدليل الطرق المختلفة للوفاء بالمعايير، بما في ذلك المساعدات النقدية ودعم السوق والتوزيع والخدمات أو المساعدة الفنية. في الوقت الحالي تتسبب الأزمات في نزوح السكان لفترات طويلة، لذا فإن الاستجابة الإنسانية الممتدة على فترة زمنية طويلة تتطلب تنسيقاً قوياً مع الأطراف الفاعلة المختلفة من أجل تحقيق التعافي المستدام. المؤشرات الجديدة تساعد مستخدمي الدليل على مراجعة أنشطتهم وتكييف أنشطتهم للوفاء بالاحتياجات في ظل تغيير الأوضاع وأولويات السكان. سفير يستطيع مساعدتكم في تعلم المزيد. بادروا وتواصلوا مع آخرين يقومون بعمل مماثل. الاستجابة الإنسانية القائمة على المبادئ والقائمة على الجودة والمساءلة تعزز الكرامة الإنسانية حيثما وأينما تقع أزمة. انضموا إلينا لتعلم المزيد ومشاركة خبراتكم.